السلام عليكم، اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هتكلم معاكم على القوات الدفاع النيوزيلنديه وازاي تلتحقوا بيهم. طبعا قوات الدفاع مقسمه الى بحريه وجيش والقوات الجويه وكمان المهن الاداريه. طبعا يعني في ليها شروط. طيب ايه الشروط بتاعتها لاي حد حابب ينضم ليهم؟ اول حاجه لازم يكون معاكم الجنسيه النيوزيلنديه. تاني حاجة لازم يكون، أو لو مش متوفر الجنسية النيوزيلندية، لازم يكون معاكم إقامة في نيوزيلندا. تاني حاجة يكون السن فوق 16 سنة ونص. يفضل طبعا إن ما يكونش عليكم على اللي هيقدم يعني أحكام أو جرائم سابقة يعني. فهو كاتبين إن هو يفضل، بس لو في حد عنده حاجة طبعا يقدر يقدم، وإن هم أو تتواصل معاهم يعني على موقعهم اللي هو اسمه defensecareer.mil.nz. طبعا المواقع كلها هتلاقوها تحت الفيديو إن شاء الله بكل التفاصيل بإذن الله. هتلاقوا عليها تفاصيل كتير، تقدروا تختاروا أنهي مجال حابين تنضموا إليه. طبعا لازم اللي يقدم يعني يكون عنده لياقة بدنية عالية. فهم عاملين ابلكيشن على الموبايل ده، بس للاسف على الموبايلات اللي هي اي او اس اللي هي الابل. فالابلكيشن ده مجاني علشان هو بيساعدكو ان هو تقدروا تتمرنوا من البيت، وان هو تستعدوا يعني تبقوا عندكم لياقة بدنية. طبعا ده يعني مش شرط ابدا ان يكون عندكم انكم اصلا تكونوا رياضيين يعني، لا خالص. انتوا هتبدأوا تتمرنوا شوية، بس ايه مجهود شوية وعزيمة، وان شاء الله ايه يبقى جسمكم مؤهل للالتحاق بالكليات اللي هي الدفاعية في نيوزيلندا يعني. كمان هما بيوفروا لكم مجموعات في مجانية للتمرين في نيوزيلندا كلها. فبرضو التفاصيل الموجودة على الموقع، وانا هحط لكم اللينك بتاع المجموعات دي ان شاء الله في المدن في جميع نيوزيلندا. كمان في ليهم قناة على اليوتيوب اسمها نيوزيلند ارمي، دي عليها برضو تمارين مصورة بيقول لكم ازاي انكم تتمرنوا وانكم تستعدوا تبقوا يعني مؤهلين للالتحاق بالكليات الدفاعية. خلينا ناخد كده جولة في الموقع عشان ايه تتفرجوا عليه، وفي نفس الوقت يعني تشوفوا المعلومات عليه بتكون عاملة ازاي. اول حاجة طبعا انا بنصح بيها ان هي تشوفوا اللي هي get force fit before you join. هتدخلوا عليها دي اللي هي علشان يبقى تبقوا مؤهلين لي كرياضيا يعني للالتحاق بيهم يعني. فهو طبعا قايلين ان هو بس الابلكيشن على موجود على موبايلات اللي هي الابل اللي هي الاي او اس بس. ده يعني دي حاجه منهم. في حاجه تانية التشالنجز، في 6 ويكس وفي 8 ويكس وفي فري جروب سيشنز. فهنا 6 ويك موجوده هنا الميل بيجنر، في ميل بيجنر، ميل ادفانسد، في ميل ادفانسد. فيعني مثلا لو ندخل على اول واحده هيطلع لنا ان هو PDF في ان هو التفاصيل كلها، تعمل ايه كم مره في الاسبوع الاولاني، تعمل ايه التاني التالت كده لحد اخر اسبوع اللي هو الاسبوع السادس. في طبعا كمان برضو الفيميل نفس الموضوع، ولو مثلا كان اللي هيقدم يعني ادفانسد شويه مش بيجنر ففي له تمارين تانيه. في الـ 8 weeks برضو موجودة هنا الـ PDF اللي هو الورقة يعني اللي انتوا هتبقى فيها كل التفاصيل ان شاء الله. فدي برضو حاجة تانية. في اخر حاجة بقى هنا موجودة اللي هي الجروب او الجروب سيشن يعني. فهي دي لو احنا دخلنا على check out your local force fit group، لو دخلنا عليها كل ده موجود لسه في الصفحة الأولانية. فلو دخلنا عليها في فانواتو، نيلسون، كرايست تشيرش، أوتاغو، ساوثلاند، فانجري، هاملتون، روتروا، ويلينتون، تارناكي، مانوكاو، نيبير،
تورانجا اوكلاند، فدي هنا في اي مدينة انتم موجودين فيها تقدروا انكم تعملوا جوين وتلتحق بيهم يعني، وتشوفوا التمارين وتقدروا انكم تتواصلوا معاهم يعني. حاجة تانية، لو انتم مش عايزين تحضروا الجروب او مش موجودة مش متوفرة في المكان اللي انتم موجودين فيه، فتقدروا انكم هنا في الفيديوهات الاونلاين على القناة بتاعتهم على اليوتيوب نيوزيلاند ارمي. لو دخلنا على اول واحد هنلاقي Warm up. The aim of warm up is to prepare the body to perform exercise at a higher intensity باختصار level جدا، in colder conditions. تمام. فهو هنا التمارين كلها او الحاجات اللي هي ايه هتساعدكم ان شاء الله. فده بالنسبة لي اللي هو get force fit، force fit اللي هو علشان تبقوا مستعدين ان شاء الله. نرجع تاني للصفحة الأولانية، تمام. ففي طبعا جميع التفاصيل جميع المعلومات طبعا هنا فوق، دي اللي هي defense force defense careers قصدي، دي اللي هي المعلومات كلها عن جميع المجالات يعني. لكن هنا في النيفي لو انتوا عايزين مثلا انتوا ميولكم انكم عايزين تشتركوا في البحرية او الارمي او الاير فورس او السيفيليان، هندخل على كل واحدة هديكم بس فكرة سريعة كده عنها. برضو نفس الموضوع بتفاصيل apply to join us، برضو شوية صور حاجات برضو ايه ظريفة جدا ومعلومات علشان تعرفوا انتوا انهي كارير حابين انكم تدخلوا فيه. الارمي نفس الموضوع برضو كده يعني، كاتبين لكم برضو على حاجات برضو هنا البوزيشنز اللي موجودة، برضو معلومات وحاجات كتير يعني. فدي باختصار جدا ازاي انكم تلتحقوا بالقوات الدفاعية النيوزيلندية سواء اذا كانت بحرية او جيش او اير فورس او المهن الادارية اللي هم السيفيليان. فدي برضو هنا القوات الجوية. معلومة كمان ان في اصلا في شمال اوكلاند قاعدة جوية موجودة في النورث شور في منطقة هي تعتبر غرب اوكلاند شوية يعني، مش يعني شمال غرب، ففي نوباي دي منطقة اللي هي فيها القاعدة الجوية في اوكلاند، دي اللي هي اللي انا اعرفها يعني، ممكن يكون في قاعدات تانية يعني، بس اللي انا اعرفها جنب البيت عندي يعني اللي هي في منطقة شمال غرب اوكلاند، فدي ليهم قاعدة جوية هناك. السيفيليانز دول اللي هم مثلا باختصار دول مش ميليتري، اللي هم يعني برضو اللي هي الحاجات الإدارية زي الكوميونيكيشن انفورميشن سيستم، فاينانس، هيومن ريسورس، ليجل سيرفيس، طبعا حاجات كتير. فعايزين تعرفوا اكتر عنهم تقدروا تدخلوا برضو على الموقع بتاع ديفنس كارير وتخشوا على السيفيليان وتقروا عنها اكتر. فده باختصار انا حبيت بس ان انا ايه اعمل فيديو مختلف وبرضو يكون معلومات مفيدة ليكم ان شاء الله. هتلاقوا جميع المعلومات في الوصف تحت الفيديو. يا رب اكون قدمت لكم معلومة مفيدة وبسيطة، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله. سلام عليكم.